بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. ففي اللقاء السابق كنا توقفنا مع النظرة الدينية اليهودية إلى الإله، واليوم سنتوقف مع موضوع آخر، وهو أيضا موضوع عقدي، ليس موضوعا تاريخيا وليس موضوعا قوميا وليس موضوعا اجتماعيا، بل هو موضوع في النظرة اليهودية موضوع ديني، هو الشعب المختار. وهذه الفكرة مشهورة عندنا طبعا، في معروفة عند المثقف العادي أن اليهود يعدون أنفسهم الشعب المختار أو المصطفى أو المميز يعني من بين بقية الشعوب. ما أصل هذه القضية؟ وهل هي واردة عندهم في كتبهم أو أنها يعني اختراع قومي مثلا أو ما شابه ذلك؟ وهل لها ظلال عندنا في القرآن أو ليس لها ظلال؟ ثم يعني كيف نعد فكرة الشعب المختار فكرة عقدية؟ يعني المعروف أن الحديث عن الشعوب والناس حديث عن القوميات والمجتمعات والبشر يعني، فكيف كيف تحول هذا من كونه مفهوما قوميا إلى اعتباره يعني عقيدة من العقائد؟ ثم كيف فسر المفكرون اليهود على مدى التاريخ كونهم شعبا مختارا؟ هل هم على رأي واحد في هذه المسألة؟ وأخيرا سنعالج نقطة تتعلق بالتجليات، تجليات هذه الفكرة في الواقع اليهودي. أولا نتكلم أولا عن قضية الاختيار. قضية الاختيار وأنها توجد عند كل جماعة متدينة، يعني كل جماعة متدينة بدين ما ترى أنها في موقع خاص بالنسبة للمعبود الذي تعبده، ولا شك أنها ترى أنها هي الملتزم الوحيد بالنهج الصحيح. كل الأديان هكذا، فالمسيحيون يرون أن المؤمنين بالمسيح عليه السلام مخلصا هم فقط على الصواب وعلى الأفضلية وهم الأقرب إلى الإله، والمسلمون يرون ذلك ويرون يعني أنهم الأقرب والأفضل، والهندوس يرون أنهم الأقرب والأفضل، واليهود كذلك. فما الفرق؟ إذن الفكرة نفسها موجودة، ليست خاصة باليهود. ولعلنا نبدأ منه يعني في بيان هذه الفكرة في الرؤية الإسلامية أولا، لأنها الأساس الذي ننطلق منه. الله عز وجل قال في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالقضية هي هذه القضية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي كتب الله أو يعني حكم الله عز وجل لكم منذ القدم بأنكم خير أمة أخرجت للناس، لأنكم، وهذه الحيثية، الحيثية يعني السبب الذي حكم لهذه الأمة لأجله بالأفضلية، هو قوله تعالى بعدها مباشرة: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقد في هذا السياق القرآني ربط الأفضلية بأفعال، بالتزامات، بعقائد، لم يربطها لا بقومية ولا بقرابة عرقية من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالعروبة ولا بالعجمة، ولا لم يربطها بلون ولا بشعب ولا أبدا، إنما ربطها بمعان. فمن التزم بهذه المعاني مهما كان لونه وشكله وقوميته وإرثه وتوجهه مهما يكن، فمن ارتبط بهذه المعاني فإنه يدخل تحت هذه التسمية، أي كونه من خير أمة أخرجت للناس. طبعا هناك تفاسير كثيرة لهذه الآية، لكن تعنينا هذه النقطة، نقطة أن القرآن وصف أمة الإسلام بأنها خير أمة أخرجت للناس، ولكنه ذكر الحيثية التي لأجلها صاروا بهذا الوصف، وهي كونهم أمارين بالمعروف ناهين عن المنكر، وأنهم يقيمون ذلك على أساس الإيمان بالله تعالى. طبعا كلمة الأمر بالمعروف معناها الالتزام بالمعروف والأمر به، والنهي عن المنكر معناها أو من لوازمها الانتهاء عن المنكر ثم النهي عنه، فيفهم هذا بشكل ضمني يعني أن لأنه ليس معقولا أن يكون الإنسان ناهيا عن المنكر وفاعلا له، أو آمرا بالمعروف وتاركا له، فيفهم ضمنا أن هذه الأمة خيريتها أمة الإسلام خيريتها مرتبطة
كونها فاعلة للمعروف تاركة للمنكر آمرة بالمعروف نهية عن المنكر، ثم تقيم ذلك على أساس الاعتقاد الصحيح هو الإيمان بالله عز وجل. طيب، والإيمان بالله يتفرع عنه كل قضايا الإيمان، فالإيمان بالله عز وجل يوجب تصديقه سبحانه فيما قال وفيما أرسل وفيما أخبر عنه، فسبحانه وتعالى يلزم عن الإيمان به أن نؤمن بما خلق مما أخبرنا به من الملائكة، ونؤمن بما أرسل من الرسل، ونؤمن بما أنزل من الكتب، ونؤمن باليوم الآخر الذي تكلم عنه إلى آخره. المهم أن هذه الحيثية تشير إلى المعنى المركزي في هذه القضية، وهي أن الالتزام بهذه المعاني هو الذي يجعل المجتمع حريا أو جديرا بأن يوصف بأنه من خير أمة أخرجت للناس. طيب، بالنسبة لوصف بني إسرائيل بالأفضلية، أين موقع هذا؟ موجود في القرآن أيضا، وصف بني إسرائيل بأنهم مفضلون على العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا بني إسرائيل، في آيتين ذكرت هذه المسألة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، مرتين في البقرة، وأني فضلتكم على العالمين. طبعا هنا نسأل بنفس الطريقة: هل هناك حيثية ما ذكرها القرآن لهذا التفضيل؟ نعم، أخذ الله على بني إسرائيل الميثاق أن يؤمنوا بالله تعالى ويوحدوه، وأن يتوكلوا عليه، وأن يأمروا، وأن يلتزموا بالصلاة والزكاة. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. إذن حتى هذه الأفضلية يعني لا حيثية في القرآن، وهي الالتزام بالعهد الإلهي الذي أخذ عليهم. وهناك آيات تشير إلى بقية الميثاق والعهد الذي أخذ عليهم، من أن ألا يقتلوا ألا يقتل بعضهم بعضا، وألا يخرجوا أنفسهم من ديارهم، مذكورة في آيات في سورة البقرة كذلك. فالأفضلية مذكورة، أفضلية بني إسرائيل مذكورة في القرآن، لكنها أيضا مرتبطة بحيثية وسبب، فإن التزموا به مثلنا مثلهم، لا فرق بيننا وبينهم الآن. يعني القول بأننا خير أمة أخرجت للناس مرتبط بحيثية وأسباب ودواعي، كذلك الأمر بالنسبة لهم يكونون في هذه المنزلة من الأفضلية على العالمين إذا التزموا بهذا. هذه المسألة. بالنسبة لنصوص النصوص اليهودية، نجد في سفر التثنية نصا يقول، يخاطب بني إسرائيل: لأنك شعب مقدس للرب إلهك. هنا مقدس بالفتح وليس مقدس، لأنك شعب مقدس للرب إلهك، وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. هذا نص صريح في سفر التثنية، وليس بعيدا أن يكون هذا النص أصله على الأقل، يعني المعنى الأصلي فيه معنى التفضيل الذي ورد عندنا في القرآن، ليس بعيدا يعني. وقد اختارك الرب، هكذا اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. لكن هذا مرتبط بماذا؟ مرتبط بالميثاق. الميثاق موجود حتى عندهم، الوصايا العشر وما يتعلق بها، والعهد الذي أخذ على ألا يعبدوا غير الله، هذا موجود عندهم، ما زالت له آثار موجودة في كتبهم. فهذا يعني هذا النص ونص عندهم وارد في كتبهم يستشهدون به لإثبات الاختيار والأفضلية. هناك نص آخر في سفر اللاويين، ليس اللاويين، اللاويين، يعني هناك ألف ساقطة هنا، اللاويين. ماذا يقول هذا النص؟ يقول: أنا الرب إلهكم، أيضا خطاب إلهي إلى بني إسرائيل، أنا الرب إلهكم الذي ميزكم من الشعوب، جعل لكم ميزة، جعل لكم صفات ترفعكم فوق الشعوب يعني، وتكونون لي قديسين، تكونون لي قديسين، يعني تكونون لي مختارين في منزلة خاصة، والقديس هو المطهر كما هو معروف، لأني لاحظوا هذه العبارة، لأني قدوس أنا الرب،
فكأنه يقول هنا وسيأتي هذا الكلام، الصفات الإله أدركت بني إسرائيل فصاروا قديسين لأن الرب قدوس. وقد ميزتكم عن الشعوب لتكونوا لي، لتكونوا لي. هذه بعض النصوص التي تمسك بها بنو إسرائيل في الإشارة إلى كونهم شعبا مفضلا، لكن هم قالوا إن هذه الأفضلية مطلقة، وسنرى هذا أيضا بعد قليل. هذه الأفضلية مطلقة، هذا التمهيد الأول لفكرة الشعب المختار التي هي عقيدة يهودية كما قلت. الأشياء الثلاثة الأساسية كما نرى هنا في الحديث عن الثالوث اليهودي، يعني تشبيه الثالوث المسيحي طبعا، يعني الفكرة، فكرة الثالوث اليهودي، يعني الأشياء الثلاث الأساسية التي يقوم عليها الفكر والاعتقاد اليهودي، هي ثالوث الإله والأرض والشعب. الإله والأرض والشعب، هذا هو الثالوث. كما للمسيحية ثالوث، فإن لليهودية ثالوثا كذلك، أي ثلاثة أركان أساسية تكاد تكون يعني مندمج بعض، أن تكون تكاد تكون مندمجا بعضها في بعض، أو يكاد يتداخل بعضها مع بعض بحيث تكون المعتقد اليهودي. الإله سبق الكلام عنه، والأرض سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، والشعب نحن نتكلم الآن عن الشعب المختار. الأرض مقدسة لأن الإله، هذه كأنها الإله يحل في الـ في الـ في الـ يعني الـ يعني المعبد، الإله يحل في المعبد، وتصبح الأرض بهذا مقدسة بهذا السبب. وكذلك يحل الإله في الشعب فيصبح الشعب مختارا، يصبح الشعب يعني ليس كالشعوب الأخرى، شعب مختار مميز يختلف عن شعوب الأرض الأخرى. على أي حال، إذن الثالوث الأساسي في الاعتقاد اليهودي، وهذا الثالوث الإله والأرض والشعب، هي تكاد تكون عجينة واحدة، أو يعني نوعا واحدا من الطعام يتكون من هذه العناصر الثلاثة، فتشكل معا الاعتقاد اليهودي، الاعتقاد اليهودي. سنرى أن الشعب هو الأساس في هذه المسألة، الشعب هو الأساس في هذه المسألة، الأرض لأجل الشعب والإله لأجل الشعب، وكل شيء لأجل الشعب. الآن نأتي إلى نقطة مهمة، وهي يعني كيف يفسر، أو كيف فسر الفكر اليهودي يعني الموضوع كونهم الشعب المختار، كيف فسروا الفكرة في نفسها؟ يعني تؤكد على عدة عناصر، وهي أن هذا الشعب منفصل عن الشعوب الأخرى، لا يختلط بالشعوب الأخرى، قليل الاختلاط بالشعوب الأخرى، وذلك ناتج عن شعوره بالتميز. كما أن الإله منفصل عن الخلق ومتميز عن الخلق، فإن الشعب شعبه أيضا سيكون متميزا عن الشعوب الأخرى، شعبه سيكون متميزا عن الشعوب الأخرى. كما أن الإله له عالمه الخاص، فاليهود حتى وإن عاشوا وسط البشر فهم يعتقدون أنهم يعني نوعية خاصة من البشر، ليسوا مثل بقية البشر، بل لهم اعتبار خاص ووزن خاص ومنزلة خاصة بعيدا عن بقية البشر. طبعا هذا سيتجلى بصورة أخطر في الكتب الأخرى، ليس في العهد القديم، التوراة والأسفار التي بعتها، ولكن سيتجلى بشكل أكثر حدة وشدة في التلمود، حتى يوصف الشعب بأنه فقط هو المخلوق الوحيد الذي خلق من ذرية آدم، هكذا يعني تصريح في بعض النصوص في التلمود والمشنة والجمارة، وسنأتي للحديث عنها فيما بعد، بأن البشر خلقوا من نطفة الخيل، إلا هم الذين خلقوا من آدم عليه السلام. وهذا طبعا كله كلام عجيب جدا طبعا، يعني نحن نستغرب منه، لكن هكذا حصل، يعني هذا هو الذي حصل في الفكر اليهودي. تمام. أول تفسير لفكرة الاختيار،
هي النظر إلى أن هذا الشعب شعب متفوق بطبعه، يعني كونه يملك قدرات، يعني يقوم بدور خاص وله قدرات خاصة، فهذا هو الذي أدى إلى الاختيار، أي أن الاختيار يرجع إلى الرسالة التي يحملونها. وذلك يقولون هذا الكلام، يقولون إن عرضت على الأمم الأخرى وعلى شعوب الأرض أن يحملوا هذه الرسالة وهذا الميثاق الإلهي وهذا العهد الإلهي، ولكنهم رفضوا. الأمم كذبت أنبياءها، فبالتالي رفضوا أن يحملوا هذا الوحي، فحمله بنو إسرائيل أو الشعب اليهودي حامل على وحده هذه المسألة وقبلها، وطبعا يعني أدى ذلك بهم إلى أن اصطفاهم الله واختارهم لأنهم قبلوا الرسالة. طبعا هذا يقابل شيئا آخر، رؤية أخرى موجودة في القرآن كما لا يخفى عليكم، وهي قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طبعا رؤية مختلفة طبعا، ولكن واضح في موضوع العرض والاختيار، أن لكن الرؤية القرآنية أو المسألة القرآنية مختلفة عن الفكرة اليهودية. في القرآن يتكلم عن أن أمانة التكليف بالفعل والترك والحساب فيما بعد عرضت على السماء والأرض والجبال، فيعني شعرنا بثقلها وعظمتها فرفضوا، ويعني رضوا بأن يبقوا على ما هم عليه من الفعل غير الإرادي. هم يعني مجبولون، مخلوقون، مفطورون على هذه الحالة التي هم عليها، ليس لهم اختيار يعني ولا تكليف عليهم، وحملها الإنسان. فهنا القرآن يذكر أن الذي حمل الأمانة هو النوع الإنساني كله، ولم يذكر أمة الإسلام ولا أمة معينة لكي يقول هي التي حملت الرسالة وحملت الأمانة، إنما جاءت هكذا عامة. وهذه نظرة القرآن. القرآن والإسلام عموما يعني ليس فكرة قومية وليس فكرة شعوبية وليس فكرة عرقية أبدا، هو رسالة عالمية الله عز وجل أرسلها للعالمين، حتى اليهود مدعوون إليها، كل الأمة مدعوة إلى هذه الرسالة. ليس هناك يعني ليس فيها أسرار غامضة وليس فيها أفكار عجيبة، يعني أقصد أنها يبدو عليها سمت الخرافة مثلا أو الغرابة كالأفعال الكثيرة التي تبدو في الأديان من تقديس الأصنام وتقديس الصور وغير ذلك. فإذا أول تفسير من التفاسير التي ساقها العلماء اليهود لفكرة شعب الله المختار هي القول بأنه شعب متفوق لأنه اختار أن يعبد الله ويحمل رسالة رفضت الأرض كلها أن تحملها. طبعا نحن نقول ممكن يكون هذا حصل، صح ممكن يكون هذا الأمر حصل، لكن ربط الأفضلية بالشعب بإطلاق بدون شرط ولا فعل ولا عمل، هذه مسألة طبعا يعني منافية لحكمة الله عز وجل. فالله عز وجل يعني جعل الأفضلية دائما مرتبطة بالأفعال الاختيارية والإرادية، يعني لم يعطي أفضلية مطلقة لمخلوق من خلقه، وإنما جعل الأفضلية بالفعل والتطبيق والعمل والسعي. تمام، يعني على سبيل المثال الله تعالى يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق، يقول له لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الكلام لا يقال لأحد عادي، يقال لشخص يعني خير من عبد الله عز وجل. فإذا قيل له هذا الكلام معناه أن الأفضلية مرتبطة ببقائه واستمراره على النهج الذي يرضاه الله تبارك وتعالى. وقيل هذا لجماعة الأنبياء أيضا، قال الله عز وجل بعد أن ذكر عددا حوالي 18 نبيا، قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. انظر هذا يقال لمن؟ لأي أفضل الناس. فإذا التفضيل هنا مرتبط بفعل وعمل وسلوك وتطبيق واعتقاد لا شك في ذلك. أما ربطه بقومية وكذا فهذه مسألة يعني لم نرها في دين ولا شريعة من شرائع الله عز وجل. هذا التفسير الأول لفكرة شعب الله المختار. التفسير الثاني
أو البيان الثاني للمقصود بشعب الله المختار هو أنه اختيار عرقي، اختيار بسبب التفوق العرقي. يعني الله عز وجل اختار إبراهيم عليه السلام. إبراهيم معروف منزلة إبراهيم عليه السلام، لا يحتاج إلى أن يتكلم اليهود عنه حتى نعرف منزلته، فمنزلته عندنا أرقى من منزلته في كل عند في كل الأديان بلا شك. فيعني هو الخليل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له في حديث أظن في البخاري، قيل له يا خير الناس أو يا خير الخلق، فقال ذاك إبراهيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ذاك إبراهيم، ووصفه القرآن بأنه الخليل، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وتعرفون هذا الكلام لا يحتاج إلى تفصيل، فمنزلة إبراهيم عليه السلام منزلة رفيعة عالية، وإذا ذكر الأنبياء فخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم عليه السلام، ويأتي بعده البقية الخمسة من أولي العزم من الرسل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هؤلاء الخمسة من النبيين الذين يوصفون بأنهم أولو العزم من الرسل، أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. على أي حال، فمكانة إبراهيم معروفة عليه السلام عندنا وعند اليهود، لكن اليهود يعطون إبراهيم المكانة لأجل أنفسهم لأنه جدهم وليس لأنهم أبناؤهم. مكانة إبراهيم لشخصية إبراهيم عندنا، يعني لجهاد إبراهيم في دعوة دين الله عز وجل، لنقاء إبراهيم ولصدق إبراهيم ولما فعل وعمل في سبيل الله سبحانه وتعالى. أما عندهم فالمسألة بالعكس، كما كان المتنبي يعني يفتخر يقول يعني إن يعني يذكر عن أجداده أنه فخر لهم، بدل العكس يعني هو فخر لأجداده. فيقولون هكذا إن إبراهيم اختاره الله تعالى ونحن من نسل إبراهيم فاختارنا مثله، اختارنا مثله. ولذلك جاء في التلمود النص الذي أمامكم يقول كما يمكن أن نظلله هكذا، نص من التلمود، والتلمود كتاب يعني ألفه الحاخامات وصار مقدسا مع الوقت، صار مقدسا يعني التعليم الشفوية، وسيأتي أيضا الكلام عنه إن شاء الله فيما بعد يعني إن شاء الله. المهم أن من نصوص هذا الكتاب هذا النص كل اليهود مقدسون، كل اليهود أمراء، لم تخلق الدنيا إلا لجماعة إسرائيل، يعني يقصد إسرائيل أسلاف إسرائيل، يعني لا يدعى أحد أبناء الإله إلا جماعة إسرائيل، لا يحب الإله أحدا إلا جماعة إسرائيل. انظروا إلى الكلام، واضح يعني كلام حديث عن تفوق عرقي بسبب الأصول. طبعا هم لا ينكرون بنوة إسماعيل لإبراهيم، ويذكرون صراحة في سفر التكوين أن الله وعد إسماعيل بأن تكون ذريته أمة كبيرة، فلماذا يعني يختاروا أبناء إسحاق ولا يختاروا أبناء إسماعيل؟ هؤلاء أبناء الأمة وأولئك أبناء الحرة كلاهما نبي. فالاختيار الإلهي هنا إن ذكرتم أنه ينتسب إلى إبراهيم، فلماذا لم تقولوا إن أيضا ذرية إسماعيل لهم نفسها لهذه المنزلة؟ على أي حال، فالتلمود يذكر هذا النص الذي أمامنا، فيصف كل اليهود بأنهم مقدسون، وسنرى إغالا في يعني إعفاء اليهودي من العمل، فهو مقدس بذاته بدون عمل وبدون شيء يعني. فإذا هذا هو التفسير الثاني لفكرة أو لعقيدة شعب الله المختار. التفسير الثالث، يذهب أصحابه إلى أن الاختيار علامة على التفوق الأخلاقي. يعني المسألة من أين تنبع المسألة هنا؟ أول من شعر كما يقولون، أول من شعر بحق الإله الخالق هم هذا الشعب، لذلك اختار هذا الشعب عبادة الله، فاختار الله اصطفاء هذا الشعب، هكذا يعني يرتبون المسألة. الشعب اختار الله، فالله اختار الشعب، تمام؟ الله يعني فبالتالي أول شعب شعر بحق الله في أن يعبد كما يقولون وهذا الشعب، فترتب على ذلك أن الله تعالى اصطفاهم وجعلهم بهذه المنزلة.
لنفترض هذا الكلام، لكن المسألة أيضا يعني الله عز وجل بحكمته لا يمكن أن يعطي حق التفوق المطلق لأمة بدون سبب، بدون حيثية. أمة مكلفة بالفعل والترك، مكلفة بأن تفعل وتترك. فإذا لا بد أن تبنى الخيرية على هذا الأساس، على أساس أنها التزمت أو لم تلتزم. التزمت بالشروط الإلهية فتبقى على 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 خيريتها، لم تلتزم لا تبقى على خير. هذا حتى ينطبق علينا نحن المسلمين، التزمنا بالشروط الإلهية في الخيرية سنبقى خير أمة. أما إذا لم نلتزم وتخلينا عن هذه الأصول فلن نبقى خير أمة أخرية للناس على الإطلاق. أيضا من التفاسير الأخرى لفكرة شعب الله المختار أو اعتقاد الاعتقاد اليهودي في موضوع شعب الله المختار هي القول بأن الاختيار هنا ما هو إلا تكليف إلهي لهم، تكليف إلهي لهم. الاختيار تكليف إلهي لهم، يعني بمعنى أن الله تعالى اختار هذا الشعب حتى يؤدي وظيفة معينة، فالاختيار هنا ما هو إلا تكليف. كأن الإله يريد إصلاح العالم. كيف يصلح العالم؟ كيف يقر أو يثبت رسالته في وسط هذا العالم؟ عن طريق اختيار الأداة الاجتماعية التي تقوم بهذا الدور، فهو تكليف إلهي لهذا الشعب. حتى يرتبط الناس بالإله المعبود، فقد اختار الله يعني الشعب اليهودي كما يقولون يعني ليكون أداة إصلاح هذا العالم. طبعا هذا يتناقض مع أشياء أخرى أساسية، وهي أن الاعتقاد اليهودي مبني على أن هذه الديانة ديانة مغلقة، ليست ديانة تبشيرية، يعني ليست ديانة دعوية، يعني ديانة مغلقة. على اليهود لا يقبلون أن التهويد، يعني لا يدعون الناس إلى دينهم. فإذا كيف ستكون مسألة الإصلاح في هذه الحالة إذا كانت الديانة اليهودية ديانة مغلقة لا تقبل تهويد غيرهم؟ فكيف تصبح أداة إصلاح لهذا العالم؟ إذا الإصلاح هنا سيكون فكرة خاصة، ربما يعني نفهمه نحن على أنها إفساد وليست إصلاحا على أي حال. وفقا لهذا التفسير يكون الاختيار تكليفا دينيا من الإله لهؤلاء الناس بأن يقوموا بوظيفة في هذا العالم. طبعا نحن إذا يعني نظرنا إلى هذه المسألة، أن هل الإله فعلا يختار جماعة من الناس ليصلح بهم بقية البشر؟ نعم، هذا موجود في حتى عندنا نحن. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. المهم أن يعني وجود مجتمع يعني يتحمل فكرة الدعوة والدين والرسالة الإلهية، هذه موجودة في طول التاريخ الإنساني. الله عز وجل يرسل رسلا حتى تكون هناك جماعة من الناس تحمل طبعا ليس المقصود بجماعة يعني أن جماعة محدودة من البشر، لا ليس هكذا، ولكن مجتمع يتحمل هذه المسألة. وأي مجتمع طبعا في الغالب أي مجتمع الناشطون فكريا ودعويا عدد محدود من الناس، بمعنى أن مثلا مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم، هل كانوا كلهم علماء بلغوا درجة الإفتاء المطلق؟ هل كانوا كلهم حافظين القرآن؟ هل كانوا كلهم يعني المجتمع أي مجتمع بشري تكون فيه مجموعة كبيرة أو صغيرة نشطة جدا هي التي تحمل هم هذا المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم كم كان معه من الصحابة في حجة الوداع؟ كان معه ما بين 80 إلى 90 ألفا، لكن التاريخ لم يحفظ لنا إلا أسماء 7000 صحابي تقريبا. أكبر كتاب فيه عدد من الصحابة هو كتاب الإصابة في معرفة الصحابة للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.
حوالي 7000 شخص. لو نظرنا في حوالي 7000 من كام؟ من حوالي 70000، لا أقول 80، من حوالي 70000، يعني 10% فقط هم الذين حفظت أسماؤهم. ولو افترضنا أن الصحابة فقط 70000 يعني الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروه، 10% فقط هم الذين حفظت أسماؤهم. طيب وانظروا في هؤلاء 7000، تجدون أغلبهم يعني لهم موقف واحد، لهم حديث واحد، لهم نعرف عنهم معلومات بسيطة جدا. في النهاية ننتهي إلى أن المعروفين من الصحابة بشكل جيد هم 1000 صحابي تقريبا 1000 صحابي. يعني هؤلاء 1000 من الصحابة نستطيع أن نقول إن يعني الذين تميزوا تميزا مطلقا بشكل عظيم جدا ورائع، ويعني عندنا معلومات كثيرة عنهم حوالي 150 تقريبا، لا أظن يزيد على هذا العدد، يعني حوالي 150 و 100 شخص من الصحابة. فهكذا أقول إن معنى كون المجتمع حاملا للرسالة هو أن المجتمع مؤمن بهذه الرسالة، لكن الناشط فيه جزء من هذا المجتمع ينشط نشاطا عظيما جدا، وهناك جزء ينشط نشاطا جيدا، هناك جزء ينشط نشاطا خفيفا، هناك جزء نشاطه عادي أو تحت العادي. فهذا هو المجتمع الإنساني البشري يعني. فلا شك أن مما نلاحظه في تاريخ الدين أو تاريخ الشرائع الإلهية نفسها أن هناك يعني رحمة إلهية وفضل إلهي يقدم للبشرية، وهو أن يتجدد أمر الرسالة من وقت إلى آخر. لماذا؟ حتى يكون في المجتمع من يمثل هذا الدين، من يمثل هذه الرسالة، من يمثل أو يمثل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فبنو إسرائيل مثلوا مرحلة من مراحل هذا التاريخ، مرحلة مهمة جدا. مرحلة بني إسرائيل وأفضليتهم مذكورة عندنا في القرآن، لكنها ليست مطلقة، هذا الذي نختلف عليه معهم. نحن لا ننفي أن بني إسرائيل كانوا الأفضل وكانوا الأحسن في مرحلة زمنية معينة. مثلا قال الله تعالى على بني إسرائيل: وجعلنا منهم أئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. راجعوا هذه في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. راجعوا هذه في سورة السجدة. على أي حال، فنحن لا ننكر أفضلية بني إسرائيل حينما كانوا مع الأنبياء وملتزمين بالشريعة والدين، لكن أن يقال إن هناك حقا مطلقا، حقا إلهيا مطلقا أعطي لهذه الأمة أو هذه الأمة حتى للمسلمين، فنحن لا نقول بها. لو قلنا إن المسلمين أعطوا حقا مطلقا في أنهم يعني أفضل أمة بدون شرط، فهذا طبعا هذا ليس صحيحا وليس دقيقا. ونحن نلاحظ في القرآن أن الله عز وجل ذكر في موضعين، في واحد في البقرة والآخر في آل عمران، ذكر مسألة تتعلق بهذه القضية ونحن نفعلها الآن. ما هو أو ما هما هذان الموضعان؟ قول الله عز وجل عن بني إسرائيل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، في البقرة. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فبنوا هذه القضية، قضية أنهم يعني بنوا على قضية الاختيار والأفضلية، أنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات. حتى لو دخلوا يعني هم يستبعدون أن يدخلوها، فإن دخلوها سيبكثون بعض أيام، فيقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، بناء على أننا شعب مفضل وكذا وكذا، وأننا ملتزمون بشريعة النبي الذي أرسل فينا وكذا، فلن يدوم بقاؤنا في النار أبدا. طبعا نحن نفعل هذا أحيانا، نقول نحن لن ندخل النار ولو دخلنا سنخرج بسرعة. ما أدراك أنك حافظت على عقيدتك صحيحة حتى تحكم بهذا؟ وما أدراك أنك ستبقى بدون فتنة إلى أن تلقى الله عز وجل؟ الصحابة أنفسهم كانوا يخافون أشد ما يخافون على أنفسهم من النفاق. صحابي يخاف من النفاق، وسيدنا عمر كان يسأل سيدنا حذيفة:
يقول له: هل أخبرك النبي عني أنني منافق؟ عمر بن الخطاب يقول هذا: النبي أخبرك عني أنني منافق؟ فمسألة طبعا يعني عمر يفعل هذا، ما بالنا بالمساكين أمثالنا. فإذا هذه نقطة مهمة، نقطة تقرير أن القول باختيار إله الشعب اليهودي باعتبار أن هذا تكليف ديني، المسألة ليست بعيدة. وبمناسبة الموضع الثاني في الحديث عن قول بني إسرائيل جاء في سورة آل عمران: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. والعلماء قالوا في التفريق بين لماذا قالوا معدودة ومعدودات، معدودات تشير إلى القلة ومعدودة تشير إلى الكثرة. فسرها بعض العلماء فقال إن معدودة التي تشير إلى الكثرة تشير إلى رأي فريق منهم، وهو أنهم قالوا سنبقى في النار 40 يوما. بعض اليهود قالوا هذا الكلام، والذين قالوا معدودات قالوا لن نبقى في النار إلا 4 أيام 3 أيام. فذكر هنا معدودة وهنا معدودات لهذا السبب حسب تفسير بعض العلماء. المهم أن هذه أيضا إعلان للبراءة من النار، أننا لن ندخل النار ولو دخلناها لن نبقى فيها طويلا. فهذا مبني على مسألة الأفضلية، أننا سنبقى الأفضل وسنبقى الأحسن، ويعني كما يقولون ضع في بطنك بطيخ صيفي واطمئن أنك من أهل الجنة. طبعا من مات موحدا مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وغير منكر لأي من أركان العقيدة فهذا في الجنة لا شك في ذلك. لكن الإنسان لا ينبغي أن يعني يعتمد على أنه سيبقى ثابت الإيمان وسيبقى راسخا العقيدة والملة. يسأل الله ذلك ويسأل الله اللطف والستر ويخشى على دينه، ويعني كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود: خذوا دينكم عمن مات فإن الفتنة لا تؤمن على حي. يعني خذوا دينكم عمن سبقكم إلى الدار الآخرة من أهل الصلاح من الصحابة رضوان الله عليهم، أما الأحياء فلا تؤمن عليهم الفتنة. فلا تؤمن الفتنة، ممكن الإنسان يقول لا تؤمن الفتنة على حي ويظن أن هذا ينطبق على الناس ولا ينطبق عليه هو. لا تؤمن الفتنة على حي، لا علي ولا عليك ولا على أي شخص آخر. ولذلك إذا فتن إنسان في دينه فاسأل الله اللطف، لا تشمت به، اسأل الله اللطف وخف على نفسك. يعني الرجل أو المرأة يكون متدينا وصاحب مسجد وصاحب دين ودعوة ويدعو الناس إلى الله، ثم ينقلب إلى شخص غريب جدا وعدو للدين، ماذا تفعل مع هذا؟ اسأل الله تعالى اللطف. فالمهم أن فكرة الشعب المختار كأنها صك للرضا المستمر، إله المستمر، وهذه فكرة ليست لا يقوم بها دليل، لا يقوم عليها دليل. يعني التفسير الخامس لفكرة الشعب المختار، كل هذه التفسيرات يعني محاولة لبيان المقصود، ما المقصود بكونهم شعب الله المختار. فالرأي الخامس في هذه المسألة هو قولهم بأن يعني هذا الاختيار أمر إلهي، لا ندري، يعني مجرد فعل إلهي وسر لا ينبغي أن نبحث عنه، والله اختار وهو يختار ما يشاء. كأنه يقول والله أراد أن يجعل هذا الشعب في هذه المنزلة ووعد الشعب بالأرض وسوف يفي بوعده. المسألة هنا مسألة ماذا؟ يعني قال لا ينبغي أن نجتهد في تفسير هذه المسألة، وإنما نقول فقط هذا الإله الرب سبحانه وتعالى، لأنه مطلق الإرادة ومطلق الفعل وحر فيما يفعل، حر فيما يترك، حر في من يرفع، حر في من يخفض، حر في من يفضل إلى آخره. فلذلك هو إرادته اتجهت إلى تفضيل هذا الشعب، ولم يختره فقط باعتباره الشعب المفضل، وإنما أضاف إلى ذلك أنه وعده بالأرض المقدسة، وعده بالأرض المقدسة. طبعا وهنا تأتي المسألة، هل فعلا وعد الله بني إسرائيل بالأرض المقدسة وصار هذا حقا مطلقا له؟ طبعا المسألة أيضا مرتبطة بنفس العلة. ماذا قال الله عز وجل؟ وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا
ملوكا هنا والله أعلم معنى أحرارا يعني ملكتم أنفسكم يعني، هذا التفسير الأقوى والأرجح يعني فيما أرى، لأنهم كانوا خرجوا من العبودية قبل قليل، ما صار فيهم ملوك ولا شيء، الملوك بدأوا من أيام داود عليه السلام وقبل ذلك بقليل، أي على أي حال أيام طالوت، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قال لهم موسى عليه السلام يا قوم، قال لهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هنا الوعد بالأرض موجود عندنا في القرآن صح، لكنه ليس وعدا مطلقا، كما أن الأفضلية ليست مطلقة، الأفضلية ليست مطلقة، يعني الله عز وجل أعظم وعد لله عز وجل هو الوعد بالجنة، أليس كذلك؟ هذا أعظم وعد لله عز وجل وعده خلقه هو أن يعدهم أنه وعدهم برضاه وجنته سبحانه، لكن هل هي مطلقة؟ يعني يدخلها كل من هب ودب؟ لا طبعا، إنما لها شروط ولها حيثيات وأسباب، لم تترك هكذا يعني بدون التزام أبدا، الله عز وجل يعني جعل حياة الإنسان قائمة على الاختيار بين الخير والشر، فربط وعوده سبحانه بهذه المسألة. طبعا هو قادر على أن يعني على أن يدخل الكافر النار حتى، قادر على ذلك، لا يعجز عن ذلك سبحانه، ولكنه عز وجل بحكمته الشاملة الكاملة جعل وعده مرتبطا بفعل حتى تستقيم المسألة ويتدافع أو يسعى الخير إلى أن يكون له وجود في حياة الناس. إذن الوعد موجود كما ذكرت لكم، دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وهم رفضوا أن يدخلوا كما نعلم، ثم دخلوا بعد ذلك بعد موسى عليه السلام مع يوشع بن نون، لكن في كل حال الوعد بالأرض مسجل في القرآن الكريم ولا ننكر هذا، طبعا هذا كلام الله تعالى لا ننكره ولا نغيره ولا نغير تفسيره ولا نؤوله تأويلا بعيدا، كما نقول وعد مشروط كما جعلهم أفضل كما فضلهم على العالمين تفضيلا مشروطا، فأيضا وعدهم الأرض المقدسة وعدا مشروطا. ربما يقال لنا أيضا والله وعدنا نحن أيضا بالأرض وعدا مشروطا، طيب نحن نقول نحن على الأقل فينا كثيرون ملتزمون بالحق، بنو إسرائيل كلهم حادوا عن الحق كلهم بلا استثناء، ومن استقام على الحق فيهم آمن بالله ورسوله وانضم إلينا، فيعني عهد الله ليس محفوظا فيهم إطلاقا، ضيعوا عهد الله كله. أما الأمة المسلمة مع وجود القصور والتقصير نعرف طبعا هناك محلال وضعف كبير في الحياة في الالتزام بالإسلام فيما بيننا، لكن العقيدة موجودة وبعض القصور موجود نعم هنا وهناك وفي العبادة والعقيدة حتى أحيانا، لكن الدين قائم وهناك يعني الناس أقاموه إقامة حقيقية في أنفسهم على الأقل يعني بالتزامهم وتدينهم، بعض العلماء بعض الصالحين هكذا. فإذا هناك يعني نحن نقول يعني كون الأرض المقدسة لنا هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ميراث النبي من إخوانه من الأنبياء، وبالمعنى القومي والديني هذه الأرض أرض إسلامية، بالمعنى القومي لأن العرب هم الذين بنوا أورشليم القدس، أورسالم يعني مدينة سالم، من الذي بناها؟ بناها العرب القدماء قبل أن يكون هناك بنو إسرائيل، قبل أن يأتي إبراهيم عليه السلام بني بيت المقدس. فطبعا الأرض لمن يشاء يورثها من يشاء من عباده، فكتبها الله لنا بهذا المعنى، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوارث الذي يرث الأمم السالفة أو الأنبياء السالفين، وتلك هي القضية التي نحن نتناقش فيها من الناحية العرقية، من الناحية القومية الأرض عربية، من الناحية الدينية الأرض إسلامية. فالله عز وجل جعلها أرضا للإسراء والمعراج، وكانت قبلة النبي الأولى ولها منزلتها التي لا تخفى على الناس. هنا إشكالية كبيرة في موضوع الاختيار أنا أشرت إليها من قبل، وهي أن الله اختار يعني اختار اختيارا اعتباطيا، إن شئت أن تقول اختيارا اعتباطيا هكذا، يعني كأنه يعني تعالى الله أغمض عينيه وقعت يده على بني إسرائيل فاختاره، طبعا أمر ليس كذلك، هذه يعني
إشارة لعشوائية الاختيار. نحن ما نؤمن بهذا، نؤمن بأن الله عز وجل اصطفى هؤلاء الناس وظهر فيهم بعض خير الناس. يعني بنو إسرائيل في بعض أجيالهم كان فيهم بعض خير الناس في تاريخ البشرية، بعض خير الناس في تاريخ البشرية من الأنبياء وغيرهم. يعني بعضهم بلغ درجة الصحابة في الإيمان والتقوى، ولكن الصحابة طبعا لأنهم يعني هم خير جيل صالح لأنهم صاحبوا خير النبي. وإذا كان موسى من خيرة الأنبياء فأصحابه الصالحون من خيرة الصالحين وهكذا. لذلك يعني هناك وجه من أوجه القصور في هذه الرؤية، وهي أنهم يقولون إن الاختيار هنا لا علاقة له بالعمل، ليس له علاقة بالطاعة ولا بالمعصية ولا بالفضيلة ولا بالرذيلة ولا بالخير ولا بالشر أبدا. لماذا؟ لأن الإله اختار هذا الشعب لأنه يحبه، وليس هناك مشكلة في العدالة وهذه الأشياء. المشكلة الأصل هو أن الله يحب هذا الشعب، ولذلك هو دائما معه وإن قصر وإن فرط وإن ترك الميثاق وإن ترك العهد الذي قطعه عليه. هذا عن التفاسير المختلفة أو الشروح المختلفة لعبارة شعب الله المختار، لكن هي تؤكد دائما على شعور القوم بأنهم ممتازون ومختلفون عن البشر. نحن نقول إن البشر سواء، كل البشر في رؤيتنا الإسلامية سواء، لا فرق الإنسان على إنسان، ولكن المبادئ يمكن أن تصنع في نفس الإنسان شيئا جديدا يبقى إنسانا. طبعا هذه المبادئ هي مبادئ التوحيد والإيمان والإيمان بالرسل والحيوية التي يبعثها الإسلام في نفس الإنسان، والمعاني العظيمة التي يعني إذا ترسخت في الشخصية، المعاني القلبية والروحية والعقلية الإسلامية هي التي تصنع امتيازات الشخصية. فالفعل البشري هنا هو الذي يعني يجعل شخصا ممتازا على شخص آخر، بقطع النظر عن هذا، عن كون هذا الشخص من بني كذا أو بني كذا أو من العرب من العربي أو العجم أو كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا لما أسلم عبد الله بن سلام وكان يهوديا، كان حبرا يهوديا، هل أخر درجته أو مكانته؟ أبدا، إنما ذكر يعني ذكر الفضل والخير والمنزلة، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من أهل الجنة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام الإسرائيلي على أنه من 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 أهل الجنة. يعني المسألة هنا مسألة النظر إلى الإنسان والبشرية سواء كان إنسانا فردا أو مجتمعات إنسانية. نحن لا نقول بأفضلية العرب على العالمين، أفضلية يعني عرقية، ولا نقول بأفضلية الفرس على العالمين أفضلية عرقية، ولا بأفضلية الغربيين الأوروبيين على العالمين أفضلية عرقية أبدا. لا نقول بهذه الأفضلية لأمة من الأمم، البشر سواء في الميزان العام الإسلامي، لكن المبادئ الصالحة تصنع إنسانا متميزا. هذه المبادئ هي التي صنعت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبيرة وخالد بن الوليد وعمر بن العاص إلى آخره من هؤلاء الكبار. فالمبادئ إذا ترجمت وتحولت إلى حقيقة واقعية تصنع شخصيات عجيبة، لا يرتبط ذلك كما ذكرت بكونه من بني فلان أو بني فلان. إذا أسلم الغربي يكون وفهم جيدا وكان فيه خير وقوة عقلية أو كذا فيكون من خيار الناس. مثلا سمعتم عن مراد هوفمان، مثلا مراد هوفمان هذا رجل عاقل ومفكر له وزن محترم، وكان سفيرا لألمانيا وأسلم، سفيرا لألمانيا في المغرب وأسلم. فتحول هذا الرجل إلى يعني طاقة فكرية رائعة جدا تدعو الناس إلى تقدم الإسلام للناس باعتباره بديلا عن التيه الذي تعيش فيه البشرية. وليس هذا الرجل ألماني أبا عن جد، عرق ألماني جرماني، ليس لا عربيا ولا فارسيا ولا تركيا، عرق ألماني خالص. وغيره وغيره من الإنجليز والفرنسيين وغيرهم ممن أسلموا وكان لهم طاقة وقدرة فكرية أو فنية أو ما شابه ذلك، كان يضيف بعض المعاني العظيمة جدا ويبلغ أو يعني تستخرج من شخصيته كنوز من داخل هذه الشخصية. ذلك لأن المبادئ الإسلامية تعيد صناعة العقل والفكر والضمير، هذا هو فعل الإسلام في الشخصية، يعيد صياغة الفكر العقل الضمير السلوك. فإذا أعيدت صياغة الإنسان من جديد يتحول إلى طاقة هائلة وإلى شخصية عجيبة جدا كما رأينا وكما نرى في كل زمان. نحن لا نقول فقط الصحابة هم الذين صنعهم الإسلام،
بل في كل زمان نجد يعني أن هذه المبادئ العظيمة الإسلامية إذا ترسخت في شخصية الإنسان اعتقادا وخلقا وشريعة وكذا، فإنها تصنع منه إنسانا عجيبا ومختلفا من هذه الناحية. لكن القول بأن الإنسان بسبب عرقه أنه من بني إسرائيل أو حتى من بني محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان من بني محمد صلى الله عليه وسلم، فنعطيه أفضلية مطلقة مهما فعل، هذه مسألة نظر تسقط المسؤولية. المسؤولية المسؤولية الأخلاقية قائمة على الفعل وعلى الحرية والإرادة التي معنا. فإذا قلنا أنت مفضل مهما فعلت، سقطت المسؤولية عنك، لا تسأل لا قانونا ولا أخلاقا، وهذا ليس معقولا أبدا في عرف العقلاء. نأتي أخيرا إلى الجانب الأخير في المسألة، وهي التجليات التاريخية لفكرة الشعب المختار. يعني هناك تم تداول هذه الفكرة في داخل الفكر اليهودي في مختلف المراحل، وسنرى شيئا من هذه المسألة إن شاء الله الآن. التجليات التاريخية لفكرة الشعب المختار. أول عنصر يقول كانت الجماعة اليهودية تبرر به وضعها حال كونها جماعة وظيفية تؤدي دورا معينا داخل المجتمع، فيتمثل مصالح النخبة. طبعا هذا كله كما تعلمون، هذا كله الكلام الذي يقوله هو من كتاب الدكتور عبد الله المسيري الجزء الخامس من الموسوعة اليهودية الصهيونية، دكتور عبد الله المسيري رحمه الله. فأول هذه التجليات هو أو من المصطلحات التي استعملها الدكتور المسيري الجماعة الوظيفية. الجماعة الوظيفية، ما المقصود بالجماعة الوظيفية والدولة الوظيفية وهذه المصطلحات؟ المقصود بها الجماعة الوظيفية والدولة الوظيفية هي يعني تستطيع أن تقول هي جماعة أو دولة تقوم بوظيفة لمن هو أكبر منها، مجتمع أضخم منها، أو دولة أكبر منها. هذه الوظيفة التي تقوم بها تجعلها تكافأ، يعني مثلا إسرائيل دولة وظيفية مثلا، لماذا؟ لأنها تضمن مثلا تضمن بقاء المصالح الأمريكية في المنطقة أو المصالح الغربية مثلا، دولة وظيفية. ممكن نصف إيران لأنها دولة وظيفية، لأنها تؤدي إلى إحداث نوع من الشغب في المنطقة لصالح أيضا الغرب أيضا بصورة أو بأخرى. يعني يوجد سؤال، يوجد سؤال من إحدى الأخوات، هل صحيح يقولون مأجور كل من يقتل مسلم والعالم خدم اليهود؟ مرة ثانية، هل صحيح مقولة أنه كل من يقتل مسلم مأجور، يعني له أجر، والعالم خدم لليهود، هل صحيح؟ هو في كلام كثير في داخل التلمود يؤدي إلى نوع من العدوانية، يعني بمعنى أنه التلمود مملوء ب، سيأتي الكلام عن التلمود فيما بعد، لكن مملوء بأفكار الأفكار العدوانية، أنه أن الالتزام بالشريعة يكون مع اليهود فقط، يعني حفظ الدماء، حفظ الأعراض، حفظ الحقوق المالية، الالتزام به مطلوب مع اليهود، أما مع غيرهم فالربا مع الغير ليس حرام. قتل الغير عند القدرة على ذلك وعدم وجود مسؤولية ليس مشكلة في حد ذاته. يعني وطبعا نحن نستطيع أن نقول يعني ليس هناك جماعة يهودية واحدة في التاريخ، هناك جماعات يهودية كثيرة ومختلفة ومتنوعة، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى شيء من ذلك. ربما نجد هذا النص الذي ذكره السؤال في بعض يعني نصوص التلمود، لكن في كل حال العدوان العام على الآخر مبرر ومسوغ في داخل هذا الكتاب. المهم أن الجماعة الوظيفية هي جماعة تقوم بدور مثل الموظف. ماذا يفعل الموظف؟ يقوم بمجموعة مهمات معينة مقابل راتب. فالجماعة الوظيفية كذلك، الجماعة الوظيفية كذلك هي جماعة تشتغل عند المجتمع تقوم بدور معين. على سبيل المثال لو قلنا هناك مثلا رابطة لجامع القمامة مثلا،
وهي رابطة من مجموعة من الناس ليسوا من بلدنا مثلا، يعني هذا مثال ليس واقعيا لكن أقول مثلا لو أننا جئنا بشركة أجنبية للنظافة وسكننا أو وطننا عمال النظافة الذين جاء بهم هذه الشركة وأعطيناهم الجنسية المصرية مثلا أو الجنسية الفلانية أي جنسية عربية مثلا، وجعلنا وفرنا لهم بيوتا وكذا وكذا، قلنا هم فقط ينظفون الشوارع ومقابل كذا، هذه جماعة وظيفية، جماعة وظيفية. فمن الجماعات الوظيفية التاريخية هي المجموعات اليهودية في العالم، يعني كان عندنا في مصر مجموعة يهودية، في اليمن مجموعة يهودية، في العراق مجموعة يهودية، في فلسطين مجموعة يهودية، في المغرب مجموعة يهودية، وفي المجتمعات الغربية في لندن في باريس في أمريكا كذا. هذه الجماعات غالبا كانت تقوم بوظيفة الإقراض الربا وهذه الأشياء، يعني الأعمال التجارية، فوظيفتها القيام يعني دور اقتصادي معين يعني يضمن استمرار الدورة المالية والاقتصادية في داخل هذا المجتمع. الفائدة التي يستفيدونها هي أن ما لهم سينمو، ولكن أيضا سيحركون عجلة الاقتصاد بصورة أو بأخرى من خلال هذه الوظيفة. ففكرة الشعب المختار أين تقع هنا؟ يعني نظرا لأن كثيرا من المجموعات اليهودية في العالم كانت تقوم بالربا ويعني الإقراض وأخذ المال مضاعفا وكذا، فهم يشعرون بأن الناس يكرهونه، يشعرون بأن الناس يكرهونه. طبعا نحن البشر في أنفسهم، نحن لا نكره البشر في أنفسهم، إنما نكره الظلم والتعدي على الحقوق، لكن ليس يعني ليس التدين هو كراهية الخلق، ولكن من التدين أيضا الإنصاف وإعطاء الحقوق لأصحابه، هذا أساس مهم جدا. يعني بمعنى أن التدين لا يعني الكراهية المطلقة لمخلوق من المخلوقات، إنما يعني كراهية الظلم والتعدي والشرك ومخالفة الحق على أي حال. فالجماعة الوظيفية هذه اليهود باعتبارهم جماعات وظيفية في العالم كانوا يشعرون بكراهية الناس لهم، وبالتالي كانوا يفسرون هذا الانفصال والانفصام الذي بينهم وبين المجتمعات التي يعيشون فيها يتكئون على أنهم ناس مختلفون عن البشر، ناس مختارون، وأنهم لا يفعلون ما يفعلونه إلا لحفظ مصالح النخبة الخاصة في داخل هذا المجتمع. طبعا لعلكم قرأتم قصة تاجر البندقية شايلوك لشكسبير، هذه المسرحية المشهورة، وفيها يظهر التاجر اليهودي على أنه مستغل، يستغل التجار ويقرضهم، ثم حينما يأتي موعد السداد قال له أنا سأعطيك مالي، ولكن إن لم تؤدي مالي سأقطع من لحمك من جسمك، أقطع من جسمك قطعا. وفعلا جاء موعد السداد والرجل خسر تجارته، البحر هاجة وقلب المراكب وخسر التاجر المسيح. فلما جاء موعد السداد قال أنا أريد أقطع من لحمك، فالناس اجتمعوا حوله وقالوا كيف تقطع من لحمي، نحن سندفع لك. قال لا، هو يدفع لي هو بنفسي أو أقطع من لحمي. فيظهرون هذه المسألة وهذه الشخصية. وكان طبعا شكسبير كان في هذا العمل يحاول يبرر أو يسوغ فعل هذا اليهودي بأنهم هم كرهوه فكرهه، هم أبغضوه فأبغضهم. طبعا هذا لابد من استحضاره، يعني أن بعض المجتمعات بالغت في كراهية اليهود، بعض المجتمعات بالغت في كراهية اليهود. طبعا كما قلت نحن نربط الكراهية والحب بالعدل والظلم، فالظالم يعني مكروه وبغيض حتى وإن ادعى أنه مسلم، تمام، والعادل محبوب ومرضي وإن كان غير مسلم، تمام. فالمسألة مسألة حفظ حقوق البشر. وطبعا أكبر عملية سطو وعملية تعدي في التاريخ الحديث هي التعدي على فلسطين وأخذ بيت المقدس. فهؤلاء يعني جماعة أو يعني مجموعة من البشر معتدون وظلمة، وبالتالي من الصعب أن تكون عندي قابلية لهم. أولا ارجعوا إلينا حقوقنا ودعونا نحبكم، لكن الآن نحن لا نستطيع أن نحب من اعتدى على حقوقنا. ولذلك من الممكن أن تحب يهوديا يعني مخالفا لإسرائيل، كما هو شأن مثلا المفكر الكبير الأمريكي الكبير نعوم تشوفسكي هو يرى أن إسرائيل كارثة حتى على اليهود أنفسهم، لأنهم غرسوا أنفسهم في بيئة خطأ، وأن الغرب استغلهم ووضعهم في هذه الأماكن الخطرة لأجل مصالحه.
وهذه مسألة طبعا مهمة طبعا أن تدركوا أن إسرائيل موظف عند الغرب وليس العكس. إسرائيل موظف عند الغرب وليس إسرائيل مسخرة للغرب لكي يعني لكي يفعل الغرب ما تشاء أبدا، هذا غير صحيح. الرؤية الصحيحة هي أن 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 إسرائيل امتداد للحركة الاستعمارية. الحركة الاستعمارية عجزت عن أن تبقى مسيطرة على العالم الشرقي. ما الذي حصل؟ وضعوا هذه الدولة في هذا المكان لكي تكون دولة وظيفية تقوم بوظيفة إبقاء القلق والفرقة في المنطقة حتى تبقى المصالح الغربية محفوظة باستمرار. إذا نظرنا بعد ذلك إلى التجليات الأخرى لفكرة الشعب المختار، سنجد أنها كما في العنصر الثاني عززت يعني قوت من النزعة المعروفة بانتظار المخلص المسيحانية، بمعنى أن اليهود عندهم فكرة المسيح المنتظر أيضا كما عند النصارى وكما عند المسلمين أيضا أن المسيح عليه السلام سيعود. والإمام السيوطي له كتاب جمع فيه أحاديث نزول عيسى عليه السلام قبل القيامة ووصل بها إلى أنها متواترة بمجموعها. فعودة المسيح عليه السلام يعني الأديان الثلاثة تنتظره، ولكن مع اختلافات في التفاصيل طبعا. اليهود لا يؤمنون بأن المسيح هو عيسى عليه السلام، أولا لم يأتي المسيح إلى الآن، بشرت به كتبهم ولكن ما جاء في اعتقادهم. النصارى يعتقدون أن المسيح قد جاء وأنه صلب وأنه هو هذا ابن مريم عليه السلام وأنه ابن الله كما يؤمنون. نحن نؤمن أيضا بأن عيسى عليه السلام نبي، نؤمن بأنه نبي ولد من السيدة مريم بدون أب، وأنه من خيرة الناس وخير الخلق ومن أولي العزم من الرسل ومن ذوي المنزلة والمكانة الخاصة، وأنه آخر نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، آخر نبي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدنا عيسى عليه السلام، ليس بينه نبي آخر يعني، وأنه سيعود وأنه سيعود. وهذا الرأي هو الغالب على علماء المسلمين أن عيسى عليه السلام يعني قال الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يعني الرأي الغالب على العلماء هو أنه متوفيه أي استوفى الأيام العادية التي سيقضيها على الأرض، لكنه كما ورد في السنة سينزل في دمشق عند القبة القبة وكذا وسيقتل المسيح الدجال. إذن أول تجلي من تجليات أو ثاني تجلي من تجليات التجليات التاريخية لفكرة الشعب المختار هي أنها قوت وعززت مسألة انتظار المخلص. لماذا؟ لأن المجموعات اليهودية في العالم كانت تمر بمشكلات كثيرة، إما أنها ظالمة أو مظلومة. نحن لا نستطيع أن نقول دائما كانت المجموعات اليهودية ظالمة أو كانت دائما مظلومة، أحيانا كانت تظلم يعني، بعضهم يرتكب فعلا قبيحا فيعاقب الجميع. يعني مثلا مرة في لندن أظن في القرن 17 تقريبا أو 16 بعض الخرافيين من اليهود اختطفوا طفلا مسيحيا وذبحوه حسب اعتقادهم ووضعوا دمه على الفطير وأكلوا. الذين فعلوا هذا الفعل مجموعة من البشر يعني 5 6 7 كذا، لا يسمع قولا أن كل اليهود في لندن اجتمعوا لكي يقتلوا هذا الطفل. فلما اكتشف النصارى المسيحيون في أوروبا في لندن هذه المشكلة ذبحوا حوالي 3000 يهودي وطردوا كثيرين جدا من لندن. طبعا هذا تجاوز يعني تجاوز. فنحن نقول يعني تعرضهم للاضطهاد والتضييق قد يكون بسبب منهم وقد لا يكون بسبب منهم، قد يكون تعديا عليهم، قد يكون يعني تضخيما لبعضهم ظالم وبعضهم ليس ظالما فتعمم المسألة هكذا ويعني يعاقب الجميع، هذه مسألة غير صحيحة يعني. فكانوا يلجؤون في هذه المضايق إلى فكرة المسيح، يعني تقوى عندهم فكرة انتظار المخلص الذي سيأتي ويذهب بهم إلى الأرض المقدسة ويملأ الأرض عادلا بعد أن ملئت ظلما. طبعا وفي الطريق إلى ذلك زادت خطورة الوضع الكهنة أو الحخامات يعني، فأصبحوا يقولون كلام الكاهن وحي وهو نفسه تجسيد لوجود الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عن ذلك، يعني أصبح الكاهن مع الوقت جزءا من الديانة
طبعا هذا ليس غريبا طبعا، لماذا؟ ان الشعب صار، الشعب نفسه صار جزءا من اليهودي. يعني هل المسلمون صاروا هم الاسلام؟ لا. هل المسيحيون صاروا هم المسيحيه؟ لا. لكن اليهود صاروا هم اليهودي. هكذا، هذا معنى تحول فكره الشعب، الفكره القوميه، الى فكره دينيه. اصبح الاله نفسه يعني ان صح التعبير يشتغل عند عند الشعب. الاله يشتغل عند الشعب، ياتي لينصرهم ويتقدمهم كانه عسكري، عسكري نظامي هكذا، ياتي في مقدمه القوات والجيش ويقاتل معهم ويحل يعني ينام بينهم وسطهم كذا ويحرسهم، يعني كانه موجود لاجلهم ليس لاجل الاخرين. طبعا هذا كله عباره عن يعني طبقات كما يصفها الدكتور المسير رحمه الله، طبقات متراكمة، جيولوجية متراكمة صنعها التاريخ اليهودي، فأصبحت اعتقادا يهوديا. نعم تفضيلهم كان نعمة من الله عز وجل وكان فضلا من الله، ولكن هذا التفضيل صار اعتقادا مستمرا بلا حيثية، يعني بلا تسويغ، وهذا من عجائب القوم. التجلي الثالث لفكرة الشعب المختار هي أنها كذلك عززت وقوت لديهم الشعور بأنهم يوجدون خارج التاريخ وأن قوانينه لا تسري عليهم. طبعا نحن أيضا وقعنا في هذه المشكلة. علينا أن نفهم أن المسلمين بشر من البشر، والمسيحيين بشر من البشر، واليهود بشر من البشر، والهندوس بشر من البشر. لماذا نقرر هذه الحقيقة وأنتم أنتم موافقون عليها؟ طبعا أنتم لا تعارضونني في قولي إن المسلمين بشر واليهود بشر والنصارى بشر والهندوس كلهم بشر، كلهم من أبناء آدم، كلنا جميعا، كل أبناء هذا النوع في المشرق والمغرب، الهنود الحمر والزرق والعرب والعجم والصينيون واليابانيون، كل هؤلاء من آدم عليه السلام. لماذا نقرر هذه الحقيقة حتى نصل إلى أن يعني النواميس والقوانين الإلهية الاجتماعية والطبيعية تنطبق على الجميع، يعني تطور المجتمعات كما يتطور مجتمع المسلمين بأسباب معينة يتطور مجتمع اليهود بنفس الأسباب. مثلا الآثار الثقافية، إذا عاش المسلمون أقلية في أوروبا يتأثرون ثقافيا بثقافة أوروبا، إذا عاش اليهود في ظل المسلمين سيتأثرون بثقافة المسلمين، إذا عاش المسيحيون في مصر مثلا، المسيحيون في مصر تأثروا بلا شك بالثقافة الإسلامية، المسيحيون في الشام منهم شعراء وأدباء كبار جدا تأثروا بالثقافة الإسلامية أيضا، وكان بعضهم يثني على كثير منهم من نصارى الشام كان يثني على الثقافة والحضارة الإسلامية ثناء عظيما جدا. فهذا معناه أن الأقليات دائما تتأثر بالأغلبية التي تحيط بها. فالقضية الأساسية هنا لا تصف اليهود بأنهم مثلا شياطين الأرض مثلا، هذه مبالغة في الوصف، ليس هناك مجتمع بشري شياطين، ولا ينبغي أن يوصفوا بأنهم ملائكة، ولا ينبغي أن يوصفوا بأنهم شعب خاص لا مثيل له أبدا. هذه فكرة خاطئة، أن يظن أن شعبا ما اليهود أو غيره شعب لا مثيل له ولا شبيه له، وأنه لا تنطبق عليه القوانين الطبيعية والعادية، قوانين المجتمعات، قوانين الجماعات، قوانين البشر، هذا غير صحيح، غير صحيح. طيب بعض الناس يقول، تلاحظون في هذا العصر أن كثيرا من الفائزين بجائزة نوبل وبالجوائز العالمية وأن كثيرا من علماء الاجتماع والنفس وكذا يهود، مثلا ماركس ومفكر كبير ليس صغيرا يهودي، سيغموند فرويد صاحب نظرية علم النفس التحليلي أصله يهودي، فلان 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 كثير من المفكرين يهود، على يرجع ذلك إلى تفوق عرقي يتعلق بأن هؤلاء عباقرة في طبيعتهم؟ نقول لا، طبعا لا. لماذا؟ لأنه لم يعرف لهم هذا التفوق إلا في العصر الحديث، الذين بانوا الحضارة الأوروبية الحديثة إلى القرن التاسع عشر تقريبا كلهم مسيحيون تقريبا، كلهم مسيحيون تقريبا، ولم يظهر اليهود إلا حينما بدأ الحس القومي ينمو وأتيحت لهم الفرصة، أتيحت لهم الفرصة. وهذا لا ينطبق عليهم وحدهم بل على كل أمة. الآن نجد في المعامل والمصانع والشركات الضخمة في أمريكا مثلا، ما يسمى بوادي السيليكون في فلوريدا،
من الذين يصنعون ويعني يجلسون على صناعة الكمبيوتر وأحدث الأشياء في العالم؟ الهنود والباكستانيون والمصريون وبعض الدول العربية وكذا وكذا من أنحاء العالم. الذي الإنسان الذي يتاح له الفرصة للتفوق يتفوق، فهؤلاء يتاح لهم الفرصة للتفوق فتفوقوا. لا ينبغي أن نبالغ في وصف هؤلاء الناس لا بالشر ولا بالخير، هم بشر من البشر يخطئون ويصيبون، وفيهم ما يعتريهم ما يعتري البشر، ويتأثرون بالأجواء الثقافية المحيطة. مثلا دولتهم دولة قومية فيها نوع من القومية المتطرفة، هذا تأثرا بالتجارب الغربية، وهي دولة علمانية متأثرة بالتجارب الغربية. طبعا لا نقول إن كل مجتمع يشبه المجتمع الآخر طبق الأصل، يعني تشابها يتشابهان تماما، لا نقول هذا، ولكن لا نقول إن هناك مجتمعا يختلف تماما عن كل المجتمعات، لا، هناك مشتركات وهناك وجوه اختلاف. مثلا لو أي شعب في العالم هكذا، نتكلم مثلا عن الشعب السوداني مثلا هذا الشعب يشترك مع البشر في القوانين العامة التي تخضع لها الحياة البشرية، وله مميزات خاصة بسبب البيئة، بسبب الثقافة، بسبب كذا. مثلا المجتمع التركي مثلا أيضا مجتمع عادي من المجتمعات البشرية العادية، له يعني يشترك مع البشر أيضا في التأثر بالقوانين الاجتماعية، ولكن أيضا له امتيازات خاصة به لا تفصله عن البشر تماما، لكن لأن الحياة مختلفة هنا فسيكون المجتمع مختلفا. لو تكلمنا عن يعني اذكر ما تشاء المجتمع اليهودي نفسه أو شعب دولة ما يسمى بدولة إسرائيل مثلا، شعب من الشعوب، بشر من البشر، عندهم مشكلات عرقية مثلا، وعندهم فرقة، وعندهم تنازع ثقافي كبير جدا، لأن الناس جاءوا من بعضهم من إثيوبيا، بعضهم من روسيا، بعضهم من بولندا، بعضهم من أمريكا، بعضهم من فرق ألمانيا، وبعضهم من اليمن، بعضهم من يعني فمختلفون. يعني مثلا اليهود القادمون من البيئة اليمنية ناس مساكين، ويعني عاشوا فقرا مدقعا شديدا وفي بيئة بسيطة جدا، قارنهم بناس جاءوا من نيويورك مثلا أو جاءوا من ألمانيا أو من هنا أو من هنا، اختلاف كبير. وبالتالي القوانين الإلهية في الخلق لا يخرج عنها مجتمع، فنستطيع أن نلخص هذه المسألة فنقول إن المجتمع الشعب اليهودي شعب من الشعوب من المجتمعات يخضع نفس القوانين والقواعد التي يخضع لها بقية المجتمعات، ولهم ميزاتهم الخاصة بسبب ثقافتهم والبيئات التي جاءوا منها. فيعني وفقا لفكرة الشعب المختار كانوا يرون أنهم لا يخضعون لقوانين التاريخ، وهذا طبعا تزييف خطير جدا، تضخيم دور الشعب اليهودي على أنه الذي علم الناس الثقافة والحضارة وكذا، وأول شعب عرف التوحيد، وهذا كله ليس حقيقيا، ليس حقيقيا. يعني إن كنتم تتكلمون عن عبادة إله واحد، وإن كان هذا يعني عبادة وثنية، فإخناتون سابق على الشعب اليهودي، وعرف أنه كان يعبد الشمس وحده، تمام. وكذلك نحن من خلال القرآن ومن خلال أيضا من خلال كتب اليهود نفسها نجد أن نوح عليه السلام وقومه كانوا على دين صحيح، ثم تحولوا. فنوح عليه السلام جاء لكي يعيدهم إلى الدين الصحيح، وبقي المؤمنون وغرق غير المؤمنين. فإذا المسألة هنا يعني الادعاء بأنهم أول شعب في كذا وأكبر شعب في كذا وأهم شعب في كذا، هذا كلام فارغ ليس صحيحا. هم يريدون أن يشعروا بأنهم فوق المستوى، وبالتالي أنت لا ينبغي أن تحاول استرداد حقك منهم. لا نحن نعتقد أنهم قوم عاديون، ونحن نسعى لاسترداد حقوقنا فقط. التجلي الرابع لمسألة فكرة الشعب المختار هو أن بعض المفكرين اليهود، واحد من أوروبا الشرقية اسمه ليو بايك، كان يرى أن كل شعب له نصيب من التاريخ، يعني صنع جزء من التاريخ، ولكن اليهود لهم نصيب أكبر من غيرهم، هكذا يعني يفسر المسألة. يعني
هو لا ينكر حقوق، يعني لا ينكر يعني ان الشعوب الاخرى لها دور وكذا، ولكن يدعي ان الشعب اليهودي او اليهود على العموم لهم نصيب اكبر في هذه المساله. طبعا لا يوجد شعب يهودي واحد بالحقيقه حتى في داخل اسرائيل، لا يوجد شعب، يوجد جماعات يهوديه الى الان، ما زال هناك تفكك واختلاف يعني في داخل المجتمع. اهم شيء امامي الان هو ان هذا اليوبايك هذا يدعي ان اولا ينصف الشعوب الاخرى، يقول كل شعب له وظيفه تاريخيه، المصريون القدماء، بلاد الرافدين، سكان الشام القدامى، سكان الصين، كل واحد له دور، لكنه يزعم ان حظ اليهود كان اكبر من غيرهم في هذا. طبعا هذا كلام ادعاء ايضا. ماذا صنعوا؟ يعني لو تكلمنا مثلا، ما الذي اضافوه الى البشريه؟ يعني لهم دور لا شك، ولكن تضخيمه والتكبير منه هذا كلام غير صحيح. لا نستطيع ان نقول انهم يعني مثلا صنعوا شيئا تحوليا في حياه البشر. هناك انجازات ضخمه تنسب الى بعض علمائهم لا شك في ذلك، وتاريخيا بعض الناس يقول هم اول من دعا الى التوحيد، لكن هذا ليس صحيحا طبعا. التوحيد معروف من ايام ادم عليه السلام، وهم عندهم هذه الفكره بالمناسبه، فكره، وابراهيم عليه السلام كان داعيا الى التوحيد، ليس بنو اسرائيل فقط يعني. كونهم علموا، ما علموا، هل هم الذين اخترعوا الكتابه مثلا؟ هل هم الذين اخترعوا الورق مثلا؟ هل هم الذين اخترعوا آلة الطباعة مثلا؟ هل هم الذين حولوا الكيمياء من كونها خرافة إلى علم؟ هل هم الذين يعني طوروا الطب وحولوه إلى علم حقيقي بعد أن كان خرافات؟ يعني مسألة محل نظر طبعا. هل علموا الناس يعني فكرة القانون وكذا والنظام الاجتماعي؟ هذا كله يعني لم يفعلوا شيئا من هذا على الإطلاق. هذا التجلي الرابع في لمسألة فكرة الشعب المختار. التجلي الخامس، يعني هنا طبعا اليهودية ظهرت فيها حركات تجديدية، يعني هذا يدل على أنهم يعني مجموعة من البشر تتعرض للمؤثرات المحيطة. يعني على سبيل المثال في القرن السادس الهجري كان هناك رجل يهودي مهم جدا يعيش في العالم الإسلامي ويلقبونه بموسى الثاني، وهو موسى بن ميمون. موسى الثاني يعني موسى الأول هو النبي عليه السلام، وموسى الثاني هو موسى بن ميمون. حينما تقرأون كتابات هذا الرجل موسى بن ميمون، كان يعيش بين المسلمين وكان طبيبا لصلاح الدين الأيوبي أصلا، ودفن في مصر إلى أن أظن نقلت وفاته حديثا إلى فلسطين. المهم أن موسى بن ميمون هذا شخصية يهودية تاريخية كبيرة جدا. تقرؤون كتابه وكتبه ومؤلفاته، مثل يعني أظن كتابه اسمه هداية الحياة الحائرين، هكذا يعني هداية دلالة الحائرين، دلالة الحائرين. كتاب دلالة الحائرين تقرؤونه تجدونه كأنه ينقل عن المتكلمين المسلمين الأفكار ويطبقها على الديانة اليهودية. يعني ينقل عن الفلاسفة المسلمين أمثال ابن رشد مثلا الذي كان يعاصره، وينقل مثلا عن يتأثر بالمتكلمين في وصف الديانة اليهودية. فهذه إشارة مهمة جدا إلى أن هؤلاء بشر من البشر يتأثرون بالجو الثقافي والجو الفكري المحيط بهم، وليسوا نوعا إنسانيا خاصا أبدا. لا يمكن أن يوصفوا بأنهم نوع إنساني خاص يختلف عن جمهرة البشر. فالمهم ان الحركات التجديديه التي ظهرت في جسم اليهوديه في العصر الحديث وفي غير العصر الحديث، هذه الحركات التجديديه طبيعيه، العصر يتغير. مثلا المسيحيه ظهر فيها حركه تجديديه، والاسلام ظهر فيه حركه تجديديه، بعضها ملتزم باصول الاسلام وبعضها غير ملتزم باصول الاسلام. تعرفون هذا الكلام؟ يعني مثلا بعض الناس يعتبر القديانيه حركه تجديديه لكنها ليست ملتزمه بالاسلام، هدمت جانبا من اعتقاد الاسلام وهو القول بختم النبوه. الرواد والمفكرون المسلمون الكبار الذين حاولوا يجددون الفكر الاسلامي كجمال الدين الافغاني ومحمد عبده ومثلا ابن باديس، ويعني الشخصيات الكبيره التي حاولت ان تجدد الفكر الاسلامي في العصر الحديث، هذه طبيعيه لان الشعور بالركود والضعف والتخلف يعني يبعث على التجديد. فكذلك اليهود نفس الكلام ظهر عندهم
ظهرت عندهم حركات تنويرية وحركات تجديدية في أوروبا في العصر الوسيط، لما احتكوا بالعالم الإسلامي وشعروا بأنهم شعوب متخلفة، شعوب الأوروبية متخلفة ويعني ضعيفة ومريضة وكذا، بدأوا يفهمون مسألة التقدم والرقي الثقافي والحضاري، فبدأوا ينتقلون، ظهر دعاة التنوير ودعاة النهضة ودعاة كذا، فلاسفة ومفكرون وصحفيون وعلماء وكذا، فجددوا الحياة الغربية. فكذلك الشعب اليهودي أو المجموعات اليهودية في العالم تأثرت بالأجواء التي تعيش فيها، وبالتالي يعني تبنت في أفكار تجديدية. من هذه الأفكار أنهم اعتبروا يعني الفكرة الشعب المختار عبارة عن ماذا؟ عن رسالة يقوم بهذا الشعب، رسالة مهمة كلفوا بها، مهمة يكلف بهذا الشعب. طبعا هذه المهمة حتى يحاولون بها أن يقولوا إن تشتيت الشعب كان في صالح الرسالة، لأنهم حيثما حلوا حملوا معهم الرسالة. تشتيت الشعب اليهودي يعني الشتات القديم والشتات الوسيط، أو يعني طبعا شتيته عدة مرات، من الشتات الذي أحدثه بوخطنصر تقريبا في القرن السادس قبل الميلاد، وفي القرن الأول فيما أذكر القرن الأول الميلادي أيضا تيتس الروماني شتتهم وغير ذلك. يعني هذا التشتيت يقول هذا أصحاب هذا الرأي يقولون إن هذا الشتات كان في صالح الرسالة التي كلفوا بها، وهي أن يقوموا بالمهمة في أماكن مختلفة. لم تختفي فكرة الشعب المختار على الإطلاق، بقيت واستمرت وما زالت طبعا هي مسيطرة على العقلية اليهودية، وهم يعني يستخدمون في الدعاية لأنفسهم ووصف أنفسهم بأنهم يعني مكون اجتماعي مختلف عن البشر جميعا. حتى الحركة الصهيونية، الحركة الصهيونية بالمناسبة ليست حركة دينية، لا تخلط بين توظيف العامل الديني وبين كونهم متدينين، لم يكونوا متدينين، لم يكن لم تكن الحركة الصهيونية حركة، وما زالت طبعا الحركة الصهيونية ليست حركة دينية، هي حركة سياسية اجتماعية قومية. طبعا الأصل في كلمة صهيون هي صهيون أصلا نسبة لجبل صهيون، لكن شاع نطقها هكذا صهيونية، والصحيح صهيون، صهيونية الأصل هكذا يعني، ولكن شاع وانتشر أنها صهيونية وتستعمل هكذا يعني. فالحركة الصهيونية حركة علمانية، ويعني الدليل على هذا أنهم حينما عزموا على بناء الدولة، دولة إسرائيل الحديثة هذه، اختلفوا على اسمها، بعضهم أرادوا يسميها دولة الرب، هذا مذكور في كتاب مذكرات جولدا مير، أراد المتدينون أن يسموها دولة الرب، فالعلمانيون واليساريون والشيوعيون قالوا كيف نسميها دولة الرب، نحن لا نؤمن بالرب، لا نؤمن بالرب، فظلوا يفكرون حتى وصلوا إلى اسم إسرائيل وقالوا هذا الاسم سيرضي القوميين والعلمانيين والمتدينين. لماذا؟ لأن كل واحد سيحمله على محمل، المحمل الذي يريد، القوميون سيحملونه على أنه اسم جدهم عليه السلام سيدنا يعقوب، والقوميون سيحملونه على أنه أيضا انتماء إلى هذا الأب والجد البعيد، والمتدينون سيحملونه على أنه النبي الذي يعني ينتمون إليه وينتمون إلى رسالته، وأنه موعود ويعني بأن يسود نسله وأن تكثر ذريته. فالحركة الصهيونية تبنت فكرة الشعب المختار وآمنوا بالشعب السوبر، سوبر يعني مميز، مثل كما نقول الرجل السوبر، يعني هم يقولون الشعب السوبر هذا يعني المتفوق، يعني صاحب القدرة الفائقة يعني، وأن هذا الشعب طبعا هنا الحركة الصهيونية في داخلها انتماءات كثيرة، يعني في انتماءات ليبرالية وانتماءات اشتراكية ومختلف الانتماءات يعني، فكانوا يرون أن هذا الشعب شعب مختار لكي يخدم الحرية والديمقراطية في المنطقة. طبعا يعني هم يصورون أنفسهم في الصحافة الغربية على أنهم واحة من الديمقراطية محاطة بديكتاتوريات، يعني المنطقة التي فيها فلسطين، فيها الشعب
الدولة اليهودية أيضا. هذه واحة من الديمقراطية، حرية واختيار الشعب يختار قيادته وكذا، حرية كاملة. من الذي يحيط بهم دول ديكتاتورية ودول لا تعرف الديمقراطية ولا تعرف الحرية وتعرف الظلم والعسف وكذا؟ فهكذا يصورون أنفسهم على أنه الدولة الديمقراطية الوحيدة، هكذا يصور، يقولون واحة من الديمقراطية في بحر من الاستبداد والديكتاتورية، هكذا يصورون أنفسهم في الصحافة الغربية. لكن طبعا هم غفلوا عن شيء، وهو أنهم يعني هذه الديمقراطية التي يتكلمون عنها خاصة بهم، فهم يتعاملون بعنصرية مع الفلسطينيين حتى في أرض 48، في أرض 48 يتعاملون معهم بعنصرية. يعني في القرى اليهودية تجد الأمن والأمان وكذا، لكن في القرى الفلسطينية يسلطون العصابات ويتركون لا تكون هناك شرطة في هذه القرى. هناك تقارير وأفلام وثائقية عن هذه المسألة، أنهم يعني لكي يعاقبوا العرب، العرب يعني في عام 2011 و12 كانوا يخرجون بمظاهرات في أرض 48 لا يسمى بالخط الأخضر، وراء الخط الأخضر مظاهرات في داخل القرى الفلسطينية التي في داخل إسرائيل، مظاهرات يطالبون بالعدالة وكذا وبالإنصاف وبالمساواة في داخل الدولة يعني، وبحقوقهم في المسجد الأقصى وكذا إلى آخره. فكيف عاقبتهم الحكومة الإسرائيلية؟ عاقبتهم بإخراج الشرطة من عندهم وتسليط العصابات عليهم، العصابات تسلط على الناس، وإذا خرجت مجموعة من الناس لكي يقولوا نحن سنقوم بدور الشرطة وحفظ الأمن يعاقبون الناس العادية هكذا تعاقب. فأين هذه الديمقراطية؟ أين هذه الديمقراطية؟ أين الديمقراطية في التعامل مع المساجين والفلسطينيين؟ طبعا تغيير الديمقراطية، أين الديمقراطية في الاعتداء على غزة والتضييق عليها وحصار أهلها والناس مساكين وناس مظلومون هناك يحاصرون منذ 2008 تقريبا، محاصرون حصار مستمر، يعني يفرج عنهم قليلا ثم يضيق عليهم من جديد، يعني يتنفسون نفسا ثم يعودون إلى الحصار وإلى التضييق من جديد. فهذا زعم كبير جدا. نعم هناك قصور في الحياة السياسية في العالم العربي لا شك في ذلك، هناك تأخر عن الحقوق، لكن ليس صحيحا أن الشعب اليهودي أو الدولة اليهودية تقدم نموذجا، النموذج دائما يكون ملتزما على طول الخط، وهذا طبعا يشبه التصرف الغربي، الغرب في داخله يحافظ على الديمقراطية، وإن كانت تعرضت لهزات كبيرة طبعا في بعض الحالات في أمريكا وفرنسا، هناك رشاوى وكذا وتزوير مقنع بشكل أو بآخر يعني في بعض الانتخابات، كما يعني ساركوزي مثلا يحاسب على التزوير الآن ساركوزي، وعندنا كذلك الرئيس الأمريكي السابق مشكلة، فهناك هزات. لكن على أي حال عموما هناك ديمقراطية موجودة، لكن هؤلاء الديمقراطيون في الداخل ليسوا ديمقراطيين في الخارج، هم يدعمون الديمقراطية في الداخل ويساندون الاستبداد في الخارج، هذا واضح جدا، يدعمون الديمقراطية في بلادهم ولكنهم يساندون الاستبداد في البلاد الأخرى، فهذا ليس نموذجا ولا العدالة ولا للديمقراطية على الإطلاق. فإذا يعني دولة إسرائيل تقدم نفس النموذج، يعني عدالة في الداخل قدر الاستطاعة مع أنفسهم، ولكن ليس علينا في الأمين سبيل، يعني الظلم بيننا ممنوع لكن الظلم الآخرين يمكن إلى أقصى درجة، كما يتصرفون مع الفلسطينيين في داخل فلسطين وداخل غزة، يتصرفون بعنف قياسي وعنف شديد جدا. على كل حال هذه كانت يعني وقفة مع ما يسمى بفكرة الشعب المختار، وهي كما رأيتم ليست مجرد فكرة قومية، لا، هي فكرة عقدية تنتمي إلى الاعتقاد اليهودي، وهو أن الشعب نفسه مختار باختيار إلهي ومصطفى باصطفاء رباني، وأن هذا الاختيار مستمر ولا يتوقف، وأنه اختيار للشعب لذات الشعب وليس لفعل يفعله ولا لسلوك يلتزم به ولا لاعتقاد معين يلتزم به. لذلك مهما ظهر في الشعب من علمانية وإلحاد وكفر وخروج على الملة والدين وكل شيء، فهذا ليس له ليس مشكلة، بل سيبقى الشعب شعبا مختار. وهذه تمثل إشكالية عند تعريف اليهودي،
يعني تعريف المسلم هو من التزم باعتقاد معين وشريعة معينة، هذا مسلم لونه وشكله ليس مشكلة. لكن هنا كيف عرفوا اليهودي؟ هل الملتزم بعقيدة معينة؟ لو قالوا ملتزم بعقيدة معينة سنجد 100 فصيل من اليهود يختلفون بعضهم عن بعض اختلافا شديدا. فلذلك لجأوا إلى القول بأن اليهودي هو الذي ولد اليهودية، ما اعتقاده ليس مشكلة، ما دينه ليس مشكلة، فدخلت القومية في الدين، أصبح الدين اليهودي هو اليهود واليهود هم الدين اليهودي حسب هذه الرؤية. هذا عن الفكرة، والله تعالى أعلم. وإن كان هناك أي أسئلة فيمكن أن تسأل، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.